الولد ما بقاش ولد، بجديب وديب عمره ما كان طيب ولا بيطيب، بينهش وينهش وينهش بس. والبنت ما عادتش بنت، مع انها لسه صغيرة، بس عرفت اللي بتريده الديابة، ولجل ما تأمن شرهم سبت لهم اللي هم رايدينه. عارفة يا بت، لو جربت السيجارة دي مش هتسليها أبدا. لا ما بحبهاش. اكده ماشي، بس انا زعلان. لا خلاص ما تزعلش، حقك علي. هات اهو. انت كده حبيبتي وانت حبيبي. معلش ده عشان اول نوبه بس، بعد كده هتاخدي عليها ومش هتكحي عاد. اسحبي اسحبي نفس كمان بس كده. يعني خلاص اتصاحبتوا مع بعض؟ يعني زي ما تقولي كده يا مدام، ارتحنا لبعض. بس البنت خوخه دي طلعت طيبه وبنت حلال. حبيبتي سيبك يعني من العصبيه والكلام اللي قالته كده في الاول. اول ما شافتني الواحده اللي زي حالاتي اليومين دول ما بتصدق تلاقي واحده طيبه تفتح لها قلبها. والله القلوب عند بعضها يا بنت. وانت عامله ايه دلوقتي يا خوخه؟ بقيتي كويسه؟ الحمد لله، جيرانك السابوا دول وروني الويل. يعني خلاص هتشتغلوا مع بعض؟ لا انا مش هشتغل في البيوت تاني، الناس بقت تساو وانا مش ناقصه جرف بصراحه. مش كل الناس برضو يا خوخه، مدام عايده هي تتحط على الجرح يطيق. وبعدين هي اللي وقفت جنبك وساعدتك، صوابع الايد مش زي بعضيها مش كده ولا ايه؟ اي حاجه تحتاجيها يا مدام البنت خوخه دي من عينيها تديكي عمرها كله. ايوه ما انا كان قصدي كده برضو. انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي، بس ممكن احتاجك مره او مرتين في الشهر. ماشي، لما تحتاجيني تلاقيني تحت رجلكي على طول. طب ايه يا مدام، يعني مش شايفاكي يعني عجباكي حاجه في البضاعه النهارده؟ لا بصراحه الحاجات حلوه قوي، انا عاجبني القميص والجلابيه دول. طب كويس حلو. ايه ده التيكت مش موجوده عليها، اوعي تكون مستعمله. اخس عليكي يا مدام، ما يصحش تقولي الكلام ده، عيب. انا برضو اشتغل في الباله، اصل بس البضاعه دي متهربه من بورسعيد، هي مستورده بس احنا بنشيل لزق عشان ما يعرفوش انها مستورده ويفتكروها محلي. خدتي لي بالك بقى؟ ماشي انا هاخد بقى الاثنين دول. طب ومدام تغريده هي مش جايه النهارده ولا ايه؟ لا مش هتيجي، بس ممكن تعدي عليها، هي ساكنه قريب مني على فكره. بس كده؟ يا سلام من عيني، ادينا بس العنوان واحنا نروح لها دلوقتي على طول. ماشي. اهلا اهلا يا وزه، عايده قالت لي ان انت هتعدي عليا وجايبه لي حاجات حلوه قوي. طبعا يا مدام تغريد، زي ما وعدتك المره اللي فاتت قلت لك هجيب لك بضاعه مخصوص علشانك. يلا وريني. عارفك بس الاول بصاحبتي، صاحبة عمري خوخه دي. انت ليه حكايه؟ عارفاها عارفاها، عايده قالت لي على حكايتها كلها. ايوه بس والنبي دي طلعت غلبانه قوي. عايزه حاجه؟ ايوه عايزه حاجه. تعالى تعالى مش قدام الناس. تعالى. جوزها دي زي بس. امال ايه؟ ده شكله اخوها. مش شايفه الواد صغير وحلوه ازاي؟ حلوه قوي بزياده، هي تقرف. واد مصنفر وحلوه كده ومتلبس، هو اللي يشوف الخلقه دي يكره يشوف الخلقه اللي في الحاره عندنا. وكستنا سودا. وانتوا جايين تعملوا هنا ايه؟ احنا يعني لا مؤاخذه يعني بنبيع قمصان نوم وبشامات ستان وملايات ومفارش سرير. حتى المدام شافتني قبل كده وعجبها البضاعه بتاعتي قوي. اه قوي. اسمك ايه بقى وليه؟ انا اسمي وزه. وانتي؟ اني خوخ. وزه وخوخ. منين بقى؟ انتي منين مثلا؟ انا من ميت عقبه. وانتي؟ اني من المنصوره. هي من المنصوره يا باشا، بس دلوقتي قاعده عند خالتها في الحتية. وانتي دخلتي يا سما قبل كده ولا لا؟ اقسم لي بس، انا عمري لا دخلتها ولا شفتها. ايه؟ ايه يا عيني اللي انت بتقوله ده؟
أشبه بس. أنا نزلت أغير. سلام. مع السلامة. معلش يا بنات، أصل هاني ظابط وأنت عارفين الظباط بقى وأسئلتهم الكتيرة. أيوة صح، شكله ظابط. هو يعني لا مؤاخذة يعني مدام، يقرب لك إيه؟ ابني. أيوة. شفتي قلت لك ابنها. يا ريته كان ابني. في حاجة؟ لا يا مدام، جبنا لك بقى البضاعة يلا عشان تتفرجي عليه. يلا. اتفضل. ده اسود بقى، ايه ما اقولكيش، الاسود حلو. الا اخبار قرايه الفنجان بتاعتي، ايه جابت نتيجه ولا لسه؟ لا لسه. شكلها حجيب. اشتري بس انت وهي تفرج. تعالي اقعدي هنا. انزلي اقعدي. ليه هنقعد هنا ليه؟ يا اختي انت مالك عامله كده ليه؟ قلبك رهيف كده ليه؟ وانا خطفاكي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله، وانت شايفاني مطلعه لك حنش من صدري سيجاره، يعني هتكون ايه يا اختي؟ بتشربي سجاير؟ يعني احيانا يا اختي بشرب سجاير لما بتعكر. اصل بيني وبينك الواد ابن تغريد ده وترني قوي. انا مش عارفه اعمل كده ليه صحيح. والنبي يا اختي ما انا عارفه، بس انا حاسه ان انا غلطانه. قلت له ان انا من 100 عقبه. ليه يعني؟ اصل انت يا اختي مش من هنا، بتوع المناطق الغنية يعني زي المهندسين بيبص علينا احنا الغلابة على اساس ان احنا حرامية مشبوهين، ريحتنا وحشة. ما انت ريحتك حلوة اهو، وبعدين هيقولوا علينا احنا ايه اللي جايين من الارياف بقى. يا لهوي. ايه ايه يا اختي البجاحة دي؟ بقولك يا ودي كابور. هو يعني ايه كابور؟ كابور؟ كابور هذه كلمة خطيرة. طب اسرح. خطيرة كتير. طب اسرح. يا اخي اقلع البتاع اللي انت لابسته دي. اقلع. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بيعملوا ده؟ بيعملوا ايه؟ ده اللي بيعملوه الناس يا اختي. دي هبلة ولا ايه؟ قشطة يا ودي كابور. اه قشطة. ما عندكوش منها في الهند؟ عندنا منها كتير، توها كتير. ما عندكوش منها خالص. خالص ليه؟ خرب يا وسط. صوتي صوتك اتفرجي بس. البنت لونه يا بنت. ما تبصيش يا بنت. يا بنت اتفرجي. يا لهوي يا بنت اللذيذة. مالك يا راجل فيصت بسرعة كده ليه؟ انا تعبان ماما. انا تعبان. انت